السلام عليكم. التوصيلات MC4 والأندرسون، هذا MC4 وهذا الأندرسون، كيف التوصيل؟ أول شيء MC4 يجي معاه زي هذه اثنين، دايم تأكد أنه الضعيف هذا في واحد يكون أمتر من الثاني. طيب الضعيف هو اللي لهذا، هذا مع هذا، والمتين هذا مع هذا، هم يسمونها ميل فيميل، ذكر أنثى. المهم أنه هذا المتين مع هذا وهذا مع هذا. طريقتها سهلة، مثلا إذا أبغى أوصل هذا أخذ، إحنا قلنا هذا مع طريقة هذه، هن يكون بالوسط، هذا أهم شيء يكون بالطريقة هذه. كذا غلط، أفضل طريقة كذا، ثبته كذا، بعدين حط السلك كذا، خلاص. بالشكل هذا هنا. بعدين أهم حاجة أنك لما تحطه هنا لازم تسمع صوت كليك، إذا ما سمعته معناته مو مضبوط. أيوة الآن خلاص، تشده بالطريقة هذه، ووتر بروف ممتاز، يعني وهذا نفس الشيء. مثلا لو أخذنا هذا نفس الطريقة، احنا قلنا المتين هذا هنا، الطريقة هذه، بعدين خلاص هذا نفس الشيء، الطريقة هذه نفس الشيء. لازم تسمع صوت كليك ولا ما هو كويس. الآن خلاص الطريقة هذه صار عندك. إذا بتوصلها اثنين طبعا ما يصير توصل موجب مع سالب، لكن إذا بتوصل اثنين مع بعض بالطريقة هذه، ولازم تسمع نفس الشيء كليك، خلاص كذا يكون سلك واحد. لو بغيت تفتحه مثلا له مفتاح خاص زي هذا، اللي ما عنده ممكن تضغط هذه اثنين تفتح. وهذا طريقة الشد، يعني اللي يبغى يشد، لكن هذا MC4. طبعا فيه ثاني اللي هو أندرسون. أنا أفضل الأندرسون، كويس ممتاز، لأنه ما يسمح بالغلط، يعني سالب موجب سالب موجب بالاثنين. فزي هذه يكون زي كذا، يكون على فوق الاتجاه، على فوق كذا، يعني لد السلك هنا كريمب، طبعا لو كريمب خاص كريمبر زي هذا أو أي كريمبر، لكن تحطه بالشكل هذا
ونفس الشيء تسمع كليك ومثلا تتأكد هنا مثلا السالب وهنا الموجب ونفس الشيء السالب والموجب ويصير خلاص. يعني ما يسمح بأنك تخطي تحط السالب مع موجب ولا موجب مع سالب خلاص. يعني لو شبكته ما يشبك إلا الطريقة الصحيحة. وفي أنواع منها تتحمل إلى 50 أمبير إلى 100 أمبير ممتازة. أندرسون هذه بالنسبة اللي سألوا عن طريقة التوصيلات وكيف. شكرا.